24 يوم، لماذا هذا الرقم؟ يعني كنا بنتكلم الأول على ال 40، يعني من 20 ل 33 من الأسرى، أو ربما 40 من الأسرى، وكل أسير أمامه يوم من وقف إطلاق النار. ال 124 ده بناء على إيه دكتور أيمن؟ سؤال مهم استاذ لميس. ال 124 واضح انه 124 اسير حي من الجنود والضباط والمجندات والمدنيين، ولا واضح انهم هم الاحياء فقط لدى المقاومه، خاصه ان طبعا احصائيه اوليه هناك واضح ان هناك سبعه من الاسرائيليين قتلى. كان الاحتلال يطالب ضمن الاحتلال يطالب ب 133 او 132 اسير. عندما تحدث 124 ان هناك من 8 الى 9 قد يكونوا قتلوا خلال عمليات القصف الاحتلال الاسرائيلي للمنازل. هل مروان 124 مروان البرغوثي من ضمن الصف بصراحه؟ طبعا بغض النظر عن ما يقال في الاعلام، حركه حماس اصرت على كشف اقل تقدير، عندما لا نتحدث عن تبييض السجون على كشف اساسي في طبعا صفقات الاسرى، لان هناك اسماء تم الاتفاق اقل تقدير مبدئيا عليهم. على فكره الاخ مروان البرغوثي تم الاتفاق عليه سلفا في عندما كان هناك الحديث عن اطلاق سراح دفعه سابقه، وتم الحديث عن 300 اسم مناقشه بهم، كان من ضمنهم الاخ مروان. ولكن ما يصار الان هو ان لا يطلق سراحه في الضفه الغربيه ويسمح ب انتقاله الى غزه، الامر انا اعتقد لا يضير بشكل باخر كلها اراضي فلسطينيه، والاخ مروان له شعبيه واسعه ان كانت في غزه او في الضفه الغربيه، اذا اطلق سراحه بالتاكيد سيكون بمثابه القائد طبعا الذي سيكون. يعني اذا اسم مروان البرغوثي من الاسماء التي وافقت اسرائيل على اطلاق سراحها؟ حسب المعلومات لدينا بالضبط انه من ضمن الاسماء التي وافقت على اطلاق سراحها، ولكن خارج ان يبعد خارج الضفه الغربيه الى غزه، وانا اعتقد هذا الامر لن تعرض عليه المقاومه، لان مبدئيا وافقت اسقاط فكره ان يتم ترحيل الاسرى الفلسطينيين من الاراضي الفلسطينيه الى خارج فلسطين، الى ان بالامكان ابعادهم كما حدث في صفقه شاليط سابقا، ابعادهم من الضفه الغربيه الى قطاع غزه، وهذا الامر لا يضيف كلها اراضي فلسطينيه بالنسبه لنا. ماذا ننتظر في الايام القادمه دكتور ايمن؟ بصراحه استاذ اميس امامنا عده ايام، لا نستطيع ان نقول لدينا ساعات، عده ايام حتى تتخمر الامر بشكل كامل. الكوره بصراحه في ملعب الاحتلال الاسرائيلي اولا، والولايات المتحده الامريكيه ثانيا، التي مطلوب منها الان ان تمارس ضغط حقيقي على الاحتلال وان تعطي وعدا بوقف هذه الحرب، دون ذلك ودون طبعا تعهدات خطيه الامر سيكون محرج. مصر ستاخذ على عاتقها التزام الطرفين، ولكن عندما يكون هناك طبعا موافقه خطيه امريكيه فالامر سيكون بالتاكيد مهم ويخفف حرج كبير جدا على مصر، لانه بنعرف انه مصر الان تتحمل وزر كبير جدا في هذا الامر، وهي لا نعتبرها نحن وصيف بصراحه، نعتبرها شريك معنا في انهاء هذه الحرب المستعرة ضد شعبنا الفلسطيني. شكرا دكتور ايمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني.